حي إلى يوم الناس هذا راهو هو الأول في الديمقراطية. أفهم وحيطة متاع الديمقراطية. مال هذا يعرف لك سبت ولا أحد ولا عطلة ولا فيشطة ولا كارتة ولا غرط ماي شيء ولا حتى استاد لا يرفع ليه وين جاء جملة. أعطيه الديمقراطية وسير. راهو مغروم راهو مغروم يزي حتى تقول يزي ما ثماش روحه وعقله ومهجته جد في الديمقراطية. أنهش يقوم على الفجري صيف ولا شتاء ربيع ولا خريف عيد ولا يقوم يلبسك الوحدة هذيك موصي عليها واحد صاحبه سبيسيال جابها له من البرة تاع ديمقراطية يسكرها الواحد ويخرج بدري ويشد غادي يطرف جهة تسعفيل وكل يدور من الأول هات أنا النبي لازم منهم. قالك ساعتين ثلاثة ديمقراطية في النهار لازم منهم. ما كانش نعدي نهاري مفرعس شوية وحتى مرته هي من الأول كوشت منه. شو هذا بتقول لك ما إيش مستانسة هي بنت تارخ لها خطبوها له وعطاها له خيام كم بتفسريها ومشيت لأمها قالت لها يامي راني معاش نجم الراجل اللي يقوم لي في عقبات الليالي ديمقراطية قالت لها يا بنيتي برا عرش عند بيتك بلية بتاع ديمقراطية خير من اللي يطلع لك صاحب محنة أخرى خليه بحذك ولا تستانست بيه عاد من هارتها حتى على ما هو معروف بحبه للديمقراطية وغرامه حتى ولو في الحومة يعيطوا له الديمو صحة الديمو ينجيه الديمو هو الديمو اش عملت الكامرون يا الديمو بعزو جهل وتخلف وقلة احياء ولا واحد كيف هذاك بروميير بري في الديمقراطيه وزن الديك ها يطيحوا له قدره توا هذا محيط الواحد ينمي فيه مواهب الديمقراطيه ولا الحمد لله ثم واحد مره ثم هكا زين صغير مازال نافح ها عيط ما بعرف وصلوا مع سابنا مع جاه ها قال له راهو فلا بني نحبوا نعملوا مصلحة جديدة متاع الديمقراطية ماذا بيك تكون انت في النواة الأولى متاع الإطارات بعظم حشاكي قالوا أنا شيء هذا نعمل فيه الروحي ان طون كاماتور اي وكان عيني بالمناصب ما نقعدش فيكم حتى انتم تعيطوا لي من راهو زنس مهف تاع ديمقراطية راهو زنس مهف حاجة من وراء العقل شوف خذ العقل هذه واعمل مسافة من تالي وشوف الفرق اللي بينه وبين حاجة من وراء العقل ما ثماش ريفيو سبيسياليزي تتناول فيه الديمقراطية من قريب أو من بعيد ماهوش عامل فيها أن بونمون أنوال كلها من كيستو خاصة من مصروف جيد من كلهم يشيهم بالفلوس لا حق استغفر الله يا ربي كان شذيك متاع الصين الشعبية يبعثوها له بلاش من خاطر غادي شين مو غادي الشعب غادي يبعث طول الشعب اللي بعده وساعات البوستاجي يسرقها له يفوق بيه يقرأها له بالسرقة البوستاجي وهو يمطفي الله ويقول لك ميساج أعطيني تغرم لي بالديمقراطية وذلك عدا وعنا مو احنا ثم جماعة طلين مرة جاوا بحذنا مو عنا احنا ماشي وجاي ماخذين من بعضنا الأخوة عدا عنا نمشيو نجيو لبعضنا صهرية مرت عمي عملت لنا كرسي بالملي مو بنداري وماكلة وصوابع كلاو كطلين بعض جبدوه الحديث مو يعرفوه هو يعطيه اللي يجبدوه ينسوا عليه جماعة يبرجوه يتسيب الديمقراطية عاد يحكيه طلين داخوا فيه قالوا انا درنا نعرف وجيونا الناس ونمشيو كوب دي مودون عمرنا ما كنا نتصوروا اللي ثم جماعه في تونس عندهم ما يقولوا في الديمقراطيه ده.
الله يرحمه والله. لهم انت الفرنسيس مشاو عليه وجاو شويه قعد يمشي فيهم ويجيب حبوا يشريو من عنده البروفي دانفونسيون بلاش واش عمل خذا هو الديمقراطيه فيها في السيستم تاع الديمقراطيه خذا ودرسوا هكا وحلوا كذا وادخل عليه بعض التحويرات الطفيفه معناها نتاعنا مال ما نقول لك بلادنا متسميه على السخانه ولا نقول غبابر هذوما كل شيء على شال الديمقراطيه شنو يبدو تعرفك فيها شنو عمل كيما هكا السيستم تاع الرفرواديسمون ولا شنو فيها هكا حطك السوباب كيفاش ركبها وكذا وقال لهم دورينافا حطها حجيجه مهرجان دوز سايب غادي وتهنى على روحك فتي في الديمقراطيه ما علاش هما الفرنسيس يجروا في جرع ما هو اسواق وافريقيا وكذا وبيعوا شراهم قعدوا يحبوا يبيع لهم قال لهم ابدا انا ما ببلادي البجله ببلادي البجله ببلادي هذيك انا البلادي ساعه الوطن كان ما لقيتش فيه التشجيع وقتها يعمل الله هاتلي اما الى البجله ببلادي حسين مالا عاد شيء يجيب حديث نهارك الحال سيف خرجونا صغار نرومو كرم صار كاليس حطونا صغار احنا منزلنا كيف روحنا عاد وبطحين جماعة في الدار ومقلي وبتنجال وقعبوا توفينا وكان الجو تاع وكل شوف بيبيعوا فيه حصيلوا ضربناها جماعة الكل بالاع ومشينا وجينا وشي دخنا عاد مشي ضربتنا الشمس خانة دخلونا ونقضوا هو معروف هو يعيطوا له الشيطان القايلة ما يرقدش ابدا يدخل لي فيفرت في بيته تقول لها ارطرح بتاع الديمقراطية كلها ديمقراطية بنت تقول له مرته يا مو من الدار يا كسكي بالمناني تقول له يا ولدي شنو هذا اللي يتعمل لي قل له خلي غادي هذاك يجي نهار ونتبرع به لداع القانون عاد الحال سيف دخلونا نرقدوا هو تفاجأ يقول لك هذوما خلي رقدوا تفاجأ عنده واحد صاحبه جاب له هكا بيت اباري بورتاتيف ديمقراطيه بتاع ديمقراطيه صغيره قال له ما نعرفش كيكسيت عليا ما نعرفش دي بانيني ما البولونه يظهر لي ما فولتاج ولا ما نعرف شوف كيفاش هنا هو علينا دخل خذاك الماكينه قلت خلينا نفرتهاش هيك هو احنا بدينا نخلصوا خذاك يعني لو ناس مكافس في الدنيا قالت العرب رحلوا استراش قامت وكل شيء فزعنا نلقاو صاحب الامانه عدا من بعد مدة طويلة وقتها دبرنا احنا الرابور بتاع الشرطة دبرناه عن الكون باش ما شنو كيفاش توفى جاشي هو يباعوا الماكينة الصغيرة صح ويباريم انا ثم سيستم بتاع سيكوريتي في الوحدة انسى ما حطوش سيستم بتاع سيكوريتي كيف جاه هو يباعوا يفرط فك الماكينة تشكت عليه انا هو مشى كل شيء ما هو ديما يقول لنا هو من ديما يقول لنا قول لنا الديمقراطية نهار اللي تتكلم تتكلم الله يرحمك يا عمي الأول لو كان قاعد الله يرحمك